السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام. علمت حضرتك المرشح على مرشح منصب النقيب، ممكن بس المشاهد تعرف نفسك بعد اذنك؟ ان شاء الله. انا صلاح الشربيني المحامي بالمات. استاذ صلاح، يعني حضرتك تقدمت النهارده ولا من كام يوم؟ لا النهارده. بالمصادفه مع المستشار مرتضى منصور؟ هي جت صدفه، انا ما اعرفش ان هو يقدم، ده هو مقدم من بعد مني من حوالي ساعه كده. ممكن ابرز ما سوف تقدمه للشباب، الشباب المحامين؟ والله انا عايز اقول لك على حاجه، انا تعودنا على الصراحه، كل ما يقال من النقباء واعضاء مجلس النقابه في الماضي والحاضر هي متجره بشباب المحامين، لان هم عارفين ان شباب المحامين هم القاعده العريضه من المحامين، فبيحاولوا يجذبوا اصواتهم مش اكتر ولا، بدليل كل من تكلم في الدورات السابقه تكلم عن شباب المحامين ونجحوا، ماذا قدموا لشباب المحامين؟ لا شيء. والان بيكرروا نفس القصه، علشان كده انا بوعي شباب المحامين، بقول لهم خلوا بقى عندكم توعيه، خلوا عندكم توعيه، كثير من الكلام يقال لكن من ينفذ؟ انت عليك ان انت تدرس الشخصيه اللي هتنفذ طبوع المحامين. النقابه ككل مش الشباب بس، النقابه ككل ضايعه، مفيش نقابه. وانا خدت انتخابات عن مقعد بنا الابتدائيه الدوره اللي فاتت، وكنت تملي بقول للمحامين لا تسلموا النقابه للمحامين المترقعين التابعين للحزب الوطني، هتبقى امانه من امانات الحزب الوطني فرع رمسيس، ما سمعوش كلامي، وكانت النتيجه ان فعلا المبنى كان تابع للحزب الوطني الفاسد، وجاءت ازمه محامين طنطا، وترقعت النقابه وتم حبس المحامين، ودخلنا الاخ حمدي خليفه في مساله تحديث بيانات لم يعمل بها، ثم في مساله الرخصه اللي هو اقسم بالله العظيم في عده مؤتمرات اثناء حملته الانتخابيه للترشيح، وقال انا ضد سامع عاشور في مساله تشريع الرخصه، وانا ضد ما تنفيذ موضوع الرخصه، هو اول من نفذ موضوع الرخصه. فاحنا عايزين توعيه للمحامين، المحامي يبقى اكثر وعيا، يبقى صحيح هو ارقى ناس في المجتمع يقدروا يميزوا، علشان يميزوا بين الصالح والطالح. بيتم التنسيق مع بعض النقباء، انا النهارده رايت حضرتك مع الاستاذ مرتضى منصور في على فكره. والله انا احنا عايزين اولا واخيرا نرسي مبادئ وقيم. الاستاذ مرتضى كان بيلف في داخل اروقه النقابه بيسلم على المحامين، فجي مر علينا فسلم علينا، والراجل تفضل جلس ودار بين حواره بين المحامين، ولا مانع اطلاقا ان الجميع يعرض نفسه على المحامين، والمحامين اصحاب القرار. لكن النهارده احنا ما احناش في صراع لاجل مصلحه شخصيه، المفروض الصراع كله من اجل تقديم وانتشال النقابه من كبوتها اللي هي موجوده فيها. فاهلا وسهلا باي حد يعرض نفسه، والله المحامين اختاروا اي حد يبقى هو ده قرارهم، ما يشتكوش بعد كده. هم اختاروا حمدي خليفه وبعد كده اشتكوا، ما يشتكوش بعد كده. احنا عايزين المحامين يبقى عندهم وعي عشان يختاروا الصالح لانفسهم، ما بيختاروش الصالح لحد يختار. وبعدين في نقطه خطيره عايز اقول لحضرتك عليها، ان هناك قطاع قليل لكن لانه متفرغ لهذه العمليه الانتخابيه، دول منتفعين واصحاب مصالح، للاسف الشديد بيمشوا في وسط المحامين وبيحاولوا ياثروا عليهم في اتجاهات خاطئه. انا بقول للمحامين اصحى وخلي قرارك وصوتك من وحي ضميرك، لان النهارده انت بتشتكي من المعاش، والمعاش ده لاولادك وليك في القبر، ماشي؟ لما النهارده هتختار غلط لا تلومن الا نفسك، لا تلومن الا نفسك. اول قرارات حضرتك هتاخدها ايه؟ اول قرار هو التوجه للسيد وزير العدل وعمل دراسة وافية من قبل النقابة، الأموال اللي لينا كأتعاب محاماة والجنيه الدمغة اللي بيتاخد على التوكيل من سنة 96 ما تم تحصيله وما لم يتم تحصيله، لأن النهاردة أي عمل مش هيتم إنجازه إلا بأموال. فالنهاردة لازم توجد موارد للنقابة علشان خاطر أنا شخصيا مش عاجبني إن العلاج إن المحامي يتعالج بنسبة، دي مسألة سيئة للغاية، إن الموظف النهاردة عندي بيتعالج بالكامل وصاحب البيت بيتعالج بنسبة، لا ما ينفعش، المحامي يتعالج بالكامل. وبعدين العلاج بنسبة بيترتب عليه ايه؟ العلاج بنسبة بيترتب عليه فتح باب المحسوبية، وفتح باب لإعطاء فواتير ومسائل بيتم بها نهب أموال النقابة. فأنا عندي حاجتين مشروعين مهمين جدا 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 في مسألة العلاج، إما المحامين النقابة تتعامل مع التأمين الصحي درجة أولى للمحامي، والنقابة تسدد لاشتراك التأمين الصحي للدولة، إما شركة تأمين تتولى علاج المحامين بالكامل مجانا، مفيش حاجة اسمها نسبة، يتم تحصيل مبلغ رمزي على الاشتراك السنوي من غير بطايق ومن غير أي حاجة. يبقى النهاردة العلاج مجانا وإجباري للمحامي، المحامي هو بيسدد اشتراك بيدفع 80 جنيه، مفيش مانع أنه يدفع 100 جنيه،
مفيش مانع خالص، ويبقى العلاج بالكامل مجانا 120 جنيه ويبقى العلاج بالكامل مجانا. هو ده اللي المفروض يتعمل من زمان. هو على فكره انا عايز اقول ان العمل ده مش عمل يعني محتاج فتوات، لا، هو العمل ده محتاج ناس عندها اخلاص، عندها اخلاص، مش ناس داخله علشان خاطر وقتها كله يبقى متفرغ فيها لمصالحهم الشخصيه. يبقى في عمل فعلا ناس عندها حب للعمل العام، عندها حب العطاء للناس، مش النهارده جاي تقول كلام وتيجي النهارده. يا اخي ده قال لك يعني المنافق من حدث كذب، فاحنا مش عايزين نكذب يعني. شكرا يا فندم، شكرا. العفو العفو العفو.